كتاب يعد كاتبه مجهولا، ويقال بأنه عبارة عن مجموعة من القصص المتناثرة التي حدثت في عهد الخلافة، منها أساطير ومنها ما كان خرافة، ساهم في التعريف بالهوية الثقافية العربية في فلك شهريار وشهرزاد تدور معظم القصص، في حبكة درامية جيدة كان التاريخ فيها هو الميدان. اشترت شهريار حياتها بالقصص، وقد أهدتنا جملة عظيمة عبرت مختلف القارات واللغات من دون حواجز، وهي: بلغني أيها الملك السعيد، كتاب ألف ليلة وليلة. سريالية رائعة جمعت شهرزاد وشهريار في قصة لم يتوقع أحد أن تخلد حتى اليوم. كتاب ألف ليلة وليلة يروي قصصاً دارت أحداثها غرب قارة آسيا وجنوبها، حيث ينقل حكايات شعبية تم جمعها من أماكن وقوعها، ومن ثم ترجمت للغة العربية. لا يرتبط كتاب ألف ليلة وليلة بمؤلف واحد كغيره من الكتب، حيث اشترك في تأليف وترجمة وإعداد الكتاب ابن النديم الذي قام بفهرسة الكتاب، وكان أول من لخص فكرة الكتاب ومضمونه بأن الملك شهريار كان يتزوج كل ليلة بامرأة، إلى أن أوقعه الحظ بالزواج من شهرزاد، وكانت ذات فطنة وذكاء فأنقذت نفسها بالحكايات، فلا تصل معه إلى نهاية معينة، فيبقى الملك متشوقا لمعرفة النهاية ويطلب منها البقاء أكثر حتى تحدثه بباقي القصة، وبقي على هذا الحال ألف ليلة، وأنجبت منه ولدا وبدأ يحبها ويستبقيها. خضع كتاب ألف ليلة وليلة للترجمة في العصر الذهبي الإسلامي لأول مرة لترجمة للغة العربية، وفي عام 1706 تم إصدار أول نسخة له باللغة الإنجليزية. حظي كتاب ألف ليلة وليلة بالاهتمام البالغ من قبل المترجمين، حيث قام المستشرق هايخت بالشروع في ترجمة الكتاب عام 1825 للغة العربية والألمانية، وتم طباعته لعدة نسخ كثيرة، من أهمها الطبعة الصادرة في مصر. ورافقت كتاب ألف ليلة وليلة رسومات تجسد أحداث القصص، وخاصة بالكتب المترجمة باللغة الإنجليزية يطغى الأسلوب النثري والشعري على غالبية النصوص الواردة في قصص الكتاب، وكما ورد أسلوب الألغاز والأغاني أيضا، فانتازيا وخيال علمي وتقاطع مع الشعر وأدب الرعب جمعها كتاب ألف ليلة وليلة. آلاف الأحلام والقصص والحكاية بين ضفتيه، محتفياً بوقائع وأساطير حملتها ألسن مختلفة لبقاع المعمورة ليترجم وينتشر ويظل حياً طوال تلك الأعوام التي مرت.